أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها لمناقشة التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن اليمن، ومن خلاله سنتطرق لوضع حقوق الإنسان في اليمن بشكل عام. تقرير جديد يتهم ميليشيا الحوثي وقوة صالح باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين. التقرير السنوي الصادر عن منظمة العفو الدولية عن العام 2015 أشار إلى أن ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع قامت باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين مدنيين، ونفذت عمليات اعتقال تعسفي واختطاف لمؤيدي الحكومة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. التقرير الذي حاول أن يبدو متوازنا في كشف انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع والقوات الحكومية والتحالف بدا فارغا من المعلومات والكثير من الحقائق، واكتفى بمجرد الإشارة إلى أقل الانتهاكات، وخصوصا ما يتعلق بانتهاكات ميليشيا الحوثي. أكثر من عام ونصف على اختطاف الدولة في اليمن وقيام تحالف الحوثي وصالح باقتحام المدن والقرى، غير أن التقرير أغفل العديد من الانتهاكات التي سبق وأن ذكرتها تقارير سابقة صادرة عن منظمة حقوقية وإنسانية محلية ودولية. لم يتطرق التقرير إلى جريمة الحصار التي تتعرض لها مدينة تعز ومنع إدخال المساعدات، وفي حين اكتفى التقرير بإيراد عدد ضحايا القصف من قبل طائرات التحالف، ولم يذكر بالمقابل عدد الضحايا المدنيين الذين قتلتهم الميليشيا، مكتفيا بتجريمها مع خصومها كونهم يعرضون المدنيين للخطر جراء ما أسماها الهجمات العشوائية وغير المتناسبة. تقرير منظمة العفو الدولي وواقع حقوق الإنسان في اليمن سيكون هو محور نقاشنا هذا المساء في زوايا الحدث. وقبل أن ننتقل إلى النقاش مع ضيوفنا، نتابع هذا التقرير ثم نعود. موت في كل مكان، عنوان جديد يوثق واقعا مألوفا تعيشه اليمن في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية. أرقام مهولة لضحايا النزاع منذ مارس من العام 2014 حصرها تقرير المنظمة الدولية في قتل وجرح آلاف المدنيين واضطرار ما يربو على مليوني ونصف شخص إلى النزوح قسرا. خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب وفق توصيف المنظمة للقوات الحكومية والتحالف نصيب منها، لكن التقرير يظهر الفارق بين الأطراف بقصر معظم الجرائم ضد الإنسانية على قوات الحوثيين وحليفها المخلوع من خلال الهجمات العشوائية على المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب واستمرار إخضاع النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات، بما في ذلك فرض الزواج القسري وأحكام الإعدام. تقرير المنظمة الدولية صدر في وقت تقدم المجتمع الدولي خطوة على صعيد وضع حد لحلفاء الحرب، فأقر تمديد العقوبات على قادة الميليشيا والرئيس المخلوع ونجله عاما إضافي. أما بعد التقرير فذلك مرهون بتشكيل جبهة حقوقية تسندها مواقف دولية لرفعها إلى القضاء الدولي بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن. فالمخفي يتكشف يوما بعد يوم، والممارسات تنتقل كما يبدو في كل بقعة تشهد نزاعا مسلحا في ظل الحظر المفروض على وسائل الإعلام وقمع الصحفيين من تغطية الوقائع والأحداث. يقول تقرير المنظمة الدولية إن ميليشيا الحوثي قيدت على نحو تعسفي الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وقامت بالقبض على صحفيين في مقابل قصف الأحياء السكنية والاستخدام المفرط للقوة المميتة. الإعلام ليس وحده الممنوع، المنظمات الحقوقية المحلية كلها ممنوعة، وبحسب التقرير فإن قوات الحوثيين أغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء. ينتهي التقرير إلى أن هذه الجرائم ضد الإنسانية هي عمل ممنهج عقابا للمدنيين وليست مجرد أخطاء حرب، وهي نتائج سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة. تقول المنظمة الدولية على الرغم من صدور مرسوم رئاسي لتقصي الحقائق بهذا الشأن، إلا أن السلطات اليمنية، يضيف التقرير، لم تقم بتحقيقات وافية ومستقلة في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان منذ 2011. مرحبا بكم من جديد في حديثنا هذا المساء الذي سنناقش فيه تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2015. ومعنا الآن من لندن مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو الدولية رشا محمد. مرحبا بك سيدة رشا.
أهلا بك. سيدة رشا، ما هي المصادر التي اعتمدت عليها المنظمة في هذا التقرير؟ هل اعتمدت على منظمة محلية، ملفات للحكومة، على باحثين على الأرض؟ ما هي مصادركم؟ طبعا العادي هو منهجية البحث في منظمة العفو الدولية. التقارير تستند إلى بحوث ميدانية نعم أجرتها المنظمة من خلال زيارات ميدانية. في السنة الماضية زرنا اليمن 4 مرات، وزرنا تقريبا 7 لـ8 محافظات، وأجرينا بحوث ميدانية. فمبدئيا التقارير منهجية البحث دائما تستند على بحوث ميدانية. وطبعا في أحيان عندنا أيضا أشخاص على الأرض نعتمد عليهم أن ينزلوا إلى الأماكن الانتهاكات وينظروا في هذه الانتهاكات نفسها إلى ما كنا موجودين. هذول الأشخاص، ما هي المناطق التي قاموا بزيارتها؟ هل كانت لهم زيارة إلى تعز؟ طبعا طبعا أجرينا تقرير خاص عن تعز في الصيف الماضي، عن الضربات الأرضية والقتال بين الجهات المتحاربة في النزاع في تعز وفي عدن في وقتها. وطبعا نظرنا في 30 ضربة أرضية بين الأطراف المتحاربة، وأجرينا بحث ولقينا أنه تقريبا 70 مدني أكثرهم أطفال ونساء تم قتلهم من خلال بس فقط 30 ضربة أرضية بين الجهات نعم. المتنازعة في تعز وعدن. نعم سيدة رشا، القضية الأهم التي تشغل بال المراقبين الآن هي قضية حصار تعز والوضع الإنساني المأساوي فيها، ومع ذلك لوحظ أن التقرير خلا من أي إشارة إليها، ما تفسيركم؟ لا لا لا، هذا الملاحظة غلط. عندنا تقرير على طبعا على الموقع ويتكلم عن وضع الإنساني في تعز، وتم إصداره قبل 2 أسبوع. فأرجوك أن تفتحي هذا الرابط وتقرأي التقرير سيدتي. نحن نتحدث عن التقرير الأخير. التقرير الأخير هو عن تعز وبالذات عن الوضع الإنساني في تعز، وحتى نظرنا عن تكلمنا عن نقص الأكسجين في المستشفيات ووفاة الأطفال في المستشفيات من وراء نقص الأكسجين. فهذا هو التقرير الأخير لدينا على الصفحة. نعم، نحن نتحدث عن التقرير السنوي. لم يتم الإشارة إلى تعز. التقرير السنوي تم كتابته في نوفمبر، فآخر شيء تكلمنا عليه هو الضربات الأرضية. التقارير اللي هي أكثر اللي هي حديثة موجودة على الرابط اللي هي تحت موضوع تعز بالذات، له تقرير كامل عنه. نعم. فلو حابة تفتحي الموضوع أنا ممكن أتفرغ لك وأبعث لك الرابط بنفسي. نعم. ملحوظة أخرى كانت على التقرير السنوي أن التقرير هذا العام جاء بشكل عمومي وغير مفصل، على العكس من السنوات السابقة. ما هو سؤالك سيدتي بالضبط؟ يعني تعليقك أن البعض يرى أن التقرير السنوي هذا العام جاء بشكل عمومي وغير مفصل كالسنوات السابقة وكما عهدنا من منظمة العفو الدولية، ما هي الأسباب؟ هو التقرير السنوي عن كل بلد في منظمة العفو الدولية دائما يعتبر تلخيص لكل أبحاثنا على الأرض في السنة الماضية. نعم. هو ليس تقرير يعني مفصل. التقارير المفصلة اللي هي 50 صفحة لكل تقرير موجودة كروابط وPDF على موقع منظمة العفو، ولكن التقرير السنوي هو ملخص 4 صفحات عن كل البحوثات. نعم. والنتائج التي وصلت إليها منظمة العفو. نعم، إذن السيدة رشا محمد كنت معنا من لندن مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو الدولية، جزيل الشكر لك سيدتي. والآن ننتقل إلى ضيفي من جنيف، توفيق الحميدي، مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات. مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك سيد توفيق. في البدء، وكونك أحد الحقوقيين الناشطين في مجال رصد الانتهاكات، هل ترى أن تقرير منظمة العفو كان شاملا ومتوازنا في توزيعه المسؤولية عن الانتهاكات في اليمن على الميليشيا وخصومها؟ في حقيقة الأمر تقرير منظمة العفو الدولية وإن كان يعني نستطيع أن نقول أنه حاول أن يمسك العصا من الوسط. نعم.
يمسك العصا من الوسط، يتحدث عن انتهاكات مرتكبة من طرفي صراع موجودة داخل اليمن، يتحدث عن انتهاكات خارج القانون إلى غير ذلك. لكن الذي نلاحظ على هذا التقرير أنه تقرير جاء بلغة ضبابية نوعا ما، جاء أيضا بألفاظ عامة دون تحديد دقيق، خلا من الأرقام، خلا من التوصيفات. ولذلك هذا التقرير جعل الضحية والجلاد في بعض الفقرات في وقت في على ميزان واحد، كما أنه يطالب الحكومة اليمنية بإجراء تحقيق وحملها جزء من المسؤولية، وهو العالم الخارجي ومنظمة العفو الدولية وغيرهم يعرف أن الحكومة اليمنية غير موجودة على الأرض من أجل أن تحقق في مثل هذه الأمور. نعم. ولذلك أنا أعتقد أنه التقرير خاصة في مناطق تعز وكثير من هذه الأمور كان لغته مطاطية وخالية من يعني التوضيح المباشر. نعم سيد توفيق، ما هي أسباب أن تكون هذه التقارير قصيرة بهذا الشكل وبهذه اللغة التي تحدثت عنها؟ والله في غالب الإشكالية التي يواجهها المنظمات الدولية أعتقد بشكل عام هي قضية الراصدين الموجودين على الأرض. المنظمات الدولية أعتقد أنها لا تمتلك رؤية واضحة عما يدور داخل الأرض، ولذلك تتلقى غالبا تقاريرها ومعلوماتها من أطراف ربما نستطيع أن نقول أنها غير محايدة بصورة كبيرة. كما أن الموقف الدولي الذي يعتبر ما يدور داخل اليمن عبارة عن نزاع بين طرفين يؤثر كثير على صياغة هذه التقارير بلغة تحاول أن تجعل جميع الأطراف منتهكي الحق الدولي. أنت تلاحظ أنه في التقرير اعتمد بإدانة مثلا المقاومة في تعز على أشرطة كاسيت قال بثت على النت بأنهم ارتكبوا جرائم قتل خارج القانون دون أن تكلف نفسها حتى عناء التحقيق من مصداقية هذه الأشرطة والفيديوهات التي وضعت على النت إلى غير ذلك. ولذلك أنا أقول أنه غيابهم على الميدان، غياب المنظمات الدولية على داخل اليمن أثر كثير في مصداقية مثل هذه في مصداقية التقارير التي تصدرها. ولكن إذا كنت تابعت معي كلام السيدة رشا، قالت أنها لديها باحثين على الأرض وأنها قامت بزيارة عدة مناطق. أنا أعتقد إذا كان الأمر بهذا الشكل كان التقرير سيكون واضح، مليء بالبيانات، مليء بالوقائع، مليء بالأحداث. الراصدون في الميدان عندما يرصدون الوقائع بالأرقام، بالأسماء، بالحوادث، وهذا ما خلا منه تقرير منظمة العفو الدولية. وإن كانت تتحدث عن تقرير إجمالي لوجود تقارير تفصيلية لكنها لم تشير لما أدعته في هذا الأمر. ولذلك أنا أعتقد حتى وإن وجد راصدين ربما لا يوجد الراصدون بالمعنى بالعدد الكافي، إضافة إلى ظروف عمل هؤلاء الراصدين، إلى حيادية هؤلاء الراصدين. القصة فيها نوع من التعقيد الذي لا يؤخذ بالسهولة الذي طرحته مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو. نعم، إذن سيد توفيق تفضل بالبقاء معي وأسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عمان السيد عبد الرشيد الفقي. مرحبا بك عبد الرشيد. مساء الخير عزيزتي. سيد عبد الرشيد، أنت رئيس منظمة مواطنة، ومنظمة مواطنة هي من إحدى المنظمات التي تزود المنظمات الدولية بالمعلومات. بداية بالتأكيد أنك اطلعت على التقرير، بداية ما هو تعليقك على التقرير وهل كان هنالك علاقة لكم بالتقرير؟ هل أرفدتموهم بالمعلومات؟ أولا هناك تصحيح، المنظمات الدولية تعمل بآليتها الخاصة. نحن نعمل بمعلوماتنا لمنظمة مواطنة الخليجان وتصدر تقارير باسم منظمة مواطنة الخليجان. منظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تقوم بجهود جبارة في الميدان في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان. نعم. من قبل مختلف الأطراف، هو جهد استثنائي يظهر من خلال بياناتهم وتقاريرهم التي تسلط الضوء وتحشد من أجل مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل مختلف الأطراف. اطلعت على الباب أو الفصل الذي يخص اليمن في تقرير منظمة العفو الدولية، وفيه جهد مشكور وإشارة وإشارة الانتهاكات مختلف الأطراف
بطريقة مهنية ومركزة. وبالتأكيد هناك من لا يعرف آلية عمل المنظمات الدولية لن يفهم الإشارات التي وردت في التقرير أو التفاصيل التي وردت في التقرير. كل ما ورد في التقرير هناك تقارير سابقة. سيد عبد الرشيد، ما هي هذه الآلية التي تتحدث عنها كي تنتقل المعلومة للجمهور لكن نكون على معرفة بها؟ أولا التقرير السنوي هو يتضمن خلاصات وليس كما هو تقرير لمنطقة معينة أو لحادث معين فيه تفاصيل كبيرة. التفاصيل موجودة في تقارير سابقة لدى منظمة العفو الدولية، اطلع عليها كل مهتم بقضايا حقوق الإنسان ولقت اهتمام من قبل الفاعلين الدوليين، وبذلت المنظمة جهود مشكورة في دورة مجلس حقوق الإنسان السابقة في سبتمبر الماضي، والذي كان خلاصة المطالب ضمن مطالب منظمات أخرى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مختلف الأطراف. التقرير السنوي هو يشير لخلاصات، نعم، لخلاصات استنباطات من التقارير. وكيف بخلاصة أن تغفل بقضية بحجم قضية حصار تعز؟ أولا المنظمة أصدرت تقرير مطول عن حوادث انتهاكات حقوق الإنسان في تعز، يمكن الاطلاع عليه عن تعز وعدن. نعم. هو تقرير مهم من أهم التقارير والوثائق التي سلطت الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، وأنا أثق بفريق المنظمة وأنه يعمل على مختلف القضايا، وقد تأخذ بعض القضايا وقتا أطول بسبب ظروف فنية وملابسة ميدانية وإشكاليات ميدانية مختلفة، قد تأخذ بعض القضايا وقتا أطول للتحقق منها والعمل عليها وبالتالي تصدير موقف مهني منها. نعم، ورد في التقرير سيد عبد الرشيد حادثة تسبب فيها رجال المقاومة في إطلاق نار بالقرب من مستشفى في عدن مما عرضه للقصف من قبل الميليشيا، في حين كان هنالك عدد من الحوادث التي تسببت فيها الميليشيا في تعرض منشآت صحية للقصف، وكان المدان هو التحالف. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ كل منظمة تتحدث عما استطاعت التحقق منه، عما استطاعت بآليتها المهنية التحقيق فيه والنزل الميداني والتوثيق منه. هي اشتغلت، أنا اطلعت على التقرير وفيه وقائع انتهاكات واضحة في جماعة الحوثي حققت فيها المنظمة بنفسها وتحققت منها، وهي والكثير من الوقائع من قبل مختلف الأطراف سواء التحالف. ولا ينبغي علينا الدفاع عن انتهاكات طرف محدد بمبررات غير منطقية، استدعاء المقارنة هذه دائما تفسد نقاش الحالة الحقوقية، حالة حقوق الإنسان والقضية الحقوقية التي نريد تسليط الضوء عليها. نعم. سلطت الضوء على انتهاكات جماعة الحوثي سواء الهجمات في 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 مختلف المناطق في النزاع الداخلي أو انتهاكات أخرى منها الاعتقالات وقمع المجتمع المدني والوقائع الأخرى، سلطت الضوء عليه، وينبغي أن نقرأ هذا التقرير بإنصاف ومهنية لتكون الصورة واضحة ومنصفة. نعم، إذن سيد عبد الرشيد تفضل بالبقاء معي، واسمح لي أن أعود إلى ضيفي توفيق الحميدي. سيد توفيق، إذن سيد عبد الرشيد يرى بعكسك بأن كان التقرير عبارة عن خلاصة وكان فيه إشارات ويجب على قارئ التقرير أن يلتقط هذه الإشارات بطريقة جيدة، بينما أنت رأيت أنها كانت لغة فضفاضة. يعني ما وجهة نظرك من كلام السيد عبد الرشيد؟ أنا أعتقد أنه تجربتنا في اليمن مع المنظمات الحقوقية تجربة مريرة. أنا أعتقد أنه هنالك جهد، لا أحد ينكر ذلك، أنه هنالك جهد يبذل، لكن هذا الجهد للأسف الشديد إلى حد اليوم لم ينصف اليمنيين ولم ينصف الضحايا الموجودين في اليمن. تقارير المنظمات الدولية تجاوزت كثير من الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في اليمن، ربما كثير من التقارير اليوم التي غيرت مسار الرأي العام على مستوى الخارج هو كان بجهود محلية، مثل تقارير صدرت عن الدروع البشرية، تقارير صدرت عن الاختطافات، تقارير إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن المجتمع الدولي أو المنظمات الدولية تحاول قدر الإمكان أنها توازن، هي بالنهاية
تحاول أن ترضي جميع الأطراف، وبالتالي قضية أنه يوجد إشاراتنا، نحن للأسف الشديد إلى حد اليوم المنظمات هذه لم تنصف الضحايا لا في اليمن ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في أي مكان. نعم. نحن بل للأسف الشديد وجدنا كثير، نحن لا نريد أن نتهم كافة العاملين في هذه المنظمات، لكن للأسف الشديد تبين الوقت مع الوقت أنه كثير من العاملين في هذه المنظمات كانوا غارقين في قضايا فساد، في قضايا رشاوي. يعني نحن يجب أن لا نهرب عن هذا الواقع، نحن نتحدث في واقع موجودين نحن على الأرض. العامل السياسي يلعب في هذا الدور، التوجه العالمي يلعب في هذا الدور، سياسة المنظمات العالمية تلعب دور، وبالتالي الذي سيتحدث هي نحن لا ننكر وجود إنصاف في بعض القضايا، لكن في المجمل العام نعم. لنعود سيد توفيق الى لنعود سيد توفيق الى تقرير المنظمه، ولننتقل الى موقف الحكومه. الكثير يرى ان الحكومه مقصره بشكل كبير ولا تقوم بعمليه الرصد بالشكل المطلوب. انا اتفق معك في هذا الامر، وانا اطالب في عده برامج، طالب الحكومه اليمنيه باستراتيجيه جديده لعمليه الرصد، لاعداد ملفات، للتحقيق في كل الانتهاكات. اليوم من على المنابر الاعلاميه لا احد يدافع عن شخص انتهك حقوق الانسان. نعم. هذا امر مفروغ من احد الثوابت، لكن للاسف الشديد ايضا اننا نتحصن ببعض التقارير والمواقف الدوليه لمحاوله مساواه جميع الاطراف. الحكومه اليمنيه يجب اليوم ان تغير استراتيجيه العمل في عملية وفقا للمعايير الدولية للتحقيق من الهجمات التي حدثت على الأرض لإنصاف كافة الضحايا الموجودين داخل الأرض بغض النظر عن الطرف الذي ارتكب هذه الانتهاكات. نعم. إذن سيد توفيق ابقى معي وأعود لعبد الرشيد. عبد الرشيد، تطرق التقرير إلى مسألة الإفلات من العقاب، ما الذي سيضيفه هذا التطرق إلى مسألة الحديث عن العقاب والإفلات منه خصوصا منذ 2011؟ أولا دعيني أعقب تعقيب سريع على مداخلة الأخ على الطرف الثاني. تفضل. أولا ما نسمعه من الأخ وما نسمعه من أطراف الحرب من أطراف ومن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، أولا لا يوجد لا منظمة العفو الدولية ولا منظمة هيومن رايتس ووتش ولا منظمة حقوقية محترمة سعت لإرضاء أي طرف من أطراف الصراع، ودائما ما يثير عملها سخط هذه الأطراف. ولو راجعتي الفترة الماضية لرأيتي الهجوم في من جميع الأطراف على عمل هذه المنظمات والتحريض عليها بذات اللغة وبذات المنطق. نعم. وخلط واللعب باللغة والاتهامات بطريقة عجيبة ولا تصدر من حقوقي يعمل في قضايا حقوق الإنسان ولديه اطلاع على عمل هذه المنظمات وآليتها ولديه فهم للواقع. هذه بس تعقيب على الأخ. بالنسبة للتقرير والإفلات من العقاب، المعروف أن أطراف الصراع الحالية أمنت. نعم. خلال الفترة الماضية أمنت قانون حصانة كرس سياسة الإفلات من العقاب في اليمن. جميع الأطراف التي تحترب الآن وتشكك في عمل المنظمات هي التي تمرطت في تكريس الإفلات من العقاب، وهي سياسة ينبغي أن تكسر وينبغي أن تتوقف وأن يساعد جميع منتهكي حقوق الإنسان في اليمن من مختلف الأطراف لابد، وأيضا من طرف التحالف الذي تقود السعودية الذي يمارس انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في اليمن. أطراف الحرب على رأسها جماعة الحوثي والجماعة المسلحة الموالية للتجمع اليمني للإصلاح ولهادي ينبغي أيضا أن يدركوا أن الإفلات من العقاب، أن سياسة الإفلات من العقاب لن تستمر، سيعمل الناس جهدهم لوقف هذه السياسة وسيحاسب كل طرف بحسب حجم الانتهاكات التي ارتكبها خلال هذه الفترة تجاه المدنيين. نعم سيد عبد الرشيد، نحن نتحدث عن جيش وطني ونتحدث عن دولة تريد أن تستعد الشرعية ووجودها في الأرض، ولا نقارن بين ميليشيا بمقابلة بانقلابيين. ما إذا عدنا إلى موضوع سيدتي، الجماعات المسلحة في اليمن التي تقاتل في عدن وتعز، من يقول أن هناك جيش؟ الجماعات المسلحة الناس يشاهدونها، الذين يسمعوني ويسمعونك الآن يشاهدون الجماعات المسلحة ولها تسميات، من أنصار الشريعة إلى الجماعة السلفية إلى جماعة حمود المخلافي إلى جماعة ليس هو هذا ليس هو موضوعنا سيد عبد الرشيد.
هذا هو ليس موضوعنا، نحن نتحدث عن ملف حقوق الإنسان في اليمن وعن تقارير المنظمات الدولية. عدنا إلى تقرير منظمة العفو الدولي اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، ما الذي ستضيفه هذه التقارير للموقف الدولي وتحركاته لحل الأزمة اليمنية؟ أولا المنظمات الحقوقية هي أداة مدنية، ليس لها جيوش وليس لها سلطة، هي أدوات مدنية تعمل جهدها في مختلف المحافل الدولية والمحلية، تضغط على أطراف المسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. هي تعمل جهدها في 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 هذه المحافل وبأدوات وبخبرة دولية عالية، تراكمت بسبب الحروب في العالم، تراكمت خبرة ممتازة في هذا الموضوع، وهي تعمل جهدها من أجل ملاحقة الجناه. اليوم العقوبات التي تطال عليها عبد الله صالح من تجميد الأموال وما إلى ذلك، لو تتبعت هذه النقطة لوجدت أن المنظمات الحقوقية أول من وثق انتهاكات علي عبد الله صالح وطالب بهذا الإجراء منذ سنوات، وها هو اليوم يصل هذا المطلب. لن يكون هناك جهة أو شخص أو مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان قادر على الإفلات إذا ما استمرت هذه الجهود، وبالتأكيد نحن مسؤولون أن نبذل المزيد من الجهد من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان أو الحد منها، ومن أجل ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان. نعم، إذن عبد الرشيد الفقي رئيس منظمة مواطنة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي من جنيف توفيق الحميدي. سيد توفيق، هنالك من يتساءل لماذا لا تشكل جبهة حقوقية دولية لرفع ملفات انتهاكات حقوق الإنسان وهذه التقارير إلى القضاء الدولي، هل بالإمكان عمل ذلك؟ نعم، مجال رفع تحريك الدعاوى الجناية ضد مرتكبي الحرب مجال مفتوح. نعم. وهذا الأمر ربما دعينا له أكثر من لقاء. لابد من إعادة استراتيجية تجهيز، لابد من إعداد قائمة واضحة بمنتهكي حقوق الإنسان داخل اليمن بعد تحقيق مهني ومحايد. لابد من إثبات جمع وتوثيق الأدلة في ذلك، ولابد من أعطي القضاء المحلي دوره بحيث يكون ثم القضاء الدولي. الأمر غير ممنوع في ذلك، لكن نحن نعتقد أنه في قصور للأسف الشديد. من قبل من؟ مسؤولية من إعداد هذه القوائم؟ هو المفروض يكون الحكومة أو المنظمة الدولية، المنظمة المدنية الحقوقية العاملة في الميدان. اليوم هي تقوم بجهد مشكور من خلال التوثيق، التحقيق، التحري. يجب أن ننطلق إلى مرحلة ثانية. إشكالية المنظمات اليوم العاملة في الميدان إشكالية الإخراج في معلومات، في وثائق، في أدلة. اليوم يجب أن نتحرك على مستويات، يجب أن نشبك بين المنظمات الموجودة في الداخل والمنظمات الموجودة في الخارج. هنا لدينا تجارب في أوروبا على سبيل المثال من قبل منظمات دولية تحركت لملاحقة كثير من مجرمي الحرب من الدول العربية أمام القضاء المحلي داخل أوروبا أو داخل القضاء الدولي. فأنا أعتقد أنه هذا الأمر زي ما ذكرت أنت لابد من تشكيل جبهة ولابد من تنسيق فعال بين الداخل والخارج ورؤية واضحة والاستعانة باستشاريين ومحامين دوليين في هذا الأمر، وليأخذ المتهمين ومرتكبي جرائم الحرب جزاءهم العادل أمام القضاء. نتمنى ذلك. إذن سيد توفيق الحميدي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من لندن السيدة رشا محمد مسؤولة ملف اليمن في منظمة العفو الدولية، وكان أيضا معي من جنيف السيد توفيق الحميدي مسؤول الرصد والتوثيق في منظمة سام للحقوق والحريات، وكان معي أيضا من عمان السيد عبد الرشيد الفقي رئيس منظمة مواطنة. وهي لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأشكر أيضا زملائي كمال حيدرة ومحمد القاسم من الإعداد، وهي لكم من جميع طاقم البرنامج. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.